السلام عليكم. الإدارة جديدة جدا، فيعني هحاول بقدر الإمكان أكون إن تايم. وبداية أشكر الأستاذ دكتور محمد ياقوت على الدعوة الكريمة، وتحياتي وتقديري لكل أفراد أسرة الغدد الصماء والسكر بجامعة المنصورة المتميزين، من أول أستاذنا الدكتور راغب رفاعي لغاية أصغر معيد ومدرس مساعد في الوحدة. دايما نهاية المطاف في الأوبيزيتي بتبقى البرياتريك سيرجري، ويبقى برضو مناسب ان نهاية السيشن بتاعة الأوبيزيتي تبقى على الميديكال بيت فولز أو برياتريك سيرجري. ده الديسكلوجر، واللي مش مصدق يبقى يفتشني. وقبل ما ابتدي على الميديكال بيت فولز، هنفكركم بس بسرعة بالتايبس أو برياتريك سيرجري. الادجستابل جاستريك باندنج، ودي ابسطهم وذا سيفست اند ذا ليست افكتيف. تاني حاجه الرو ان واي، ودي مور كومبليكيتد والريزلتس بتاعتها ار بيتر. وتالت حاجه البيليو بانكرياتيك دايفرجن ويز ديودينال سويتش، ودي مور كومبليكيتد، ودي بتبقى ريزيرفد للموربيدلي اوبيز، وبتتعمل على تو ستيجز. الستيج الاولانيه بتبقى سليف جاستريكتومي، والستيج الثانيه بتبقى البيليو بانكرياتيك دايفرجن ويز ديودينال سويتش. ولما عملوا الحكايه دي لقوا ان بعد الستيج الاولانيه بتاعه السليف جاستريكتومي بيبقى في ريسبونس كويس، وده اللي خلى النوع الاخير الاوبريشن بتاع السليف جاستريكتومي تبقى الموست كومن nowadays، لان هي سيمبل ومور سيف، وبرضه النتائج بتاعتها كومبارابل للاذر كومبليكيتد بروسيدرز. في احصائيه ظريفه اتنشرت في 2019 او في 2020 على حوالي 2 مليون حاله اتعملوا في اليونايتد ستيتس ما بين سنه 93 لغايه سنه 2016. والحالات دي يعني كان المين ايج حوالي 43 سنه، 80% منهم كانوا ستات، و70% او اكثر كانوا وايت. يعني برضو ايفن في البرياتريك سيرجري في ديسكريميناشن. المورتاليتي والموربيديتي كانت عاليه قوي في الاول، يعني الموربيديتي كانت 11.7% والمورتاليتي 1%. ومع الوقت ومع الانترودكشن اوف لابروسكوبيك سيرجري الموربيديتي قلت ل 1.4% والمورتاليتي 0.4%، تقريبا زيها زي اللابروسكوبيك كولوسيستكتومي. اليوتيلايزيشن كان الاول مش كتير، حوالي 4.7%، وزاد لغايه لما وصل ل 16% سنه 2004، وثبت على كده. يعني اليوتيلايزيشن اوف بارياتريك سيرجري ان مانجمنت اوف اوبيزيتي ما بيزيدش كتير في السنين الاخيره. الميديكال بيت فولز كتير، هنتكلم على اربعه رئيسيين: الالكول اند سبستانس ابيوز، سويسايدال تندنسي، هايبوغلايسيميا، and finally النيجاتيف افكت على البون هيلث. السبستانس ابيوز او الالكول اند سبستانس ابيوز، بالاحصائيات وبالدراسات في زياده في السبستانس والالكول ابيوز في اللابروسكوبيك سيرجري، مينلي في السبستانس ابيوز. في الرو ان واي الالكول كمان. طب ليه الفرق ده؟ هنقول حالا. اصل المشكله ايه؟ ان يعني نورمالي السورس او الايفكت اوف انرجي ديفيسيت او سيربلس على الريورد سيستم في البرين، على الساتسفاكشن يعني في البرين، ان ذا هانجري ستيت الجريلين بيعلى والجي ال بي 1 بيقل، ودول بيعملوا استيميليشن لسيرتن سنترز في السي ان اس، وده بيزود الفود ريورد وبيعدل المزاج. لما الواحد بيعمل البرياتريك سيرجري رو ان واي فور اكزامبل، بيحصل ساتايتي ايرلي ساتايتي، الغريلين بيقل والجي ال بي 1 بيزيد، وده بيعمل ليس ساتسفاكشن، يعني مفيش مزاج، مفيش الدماغ بتاعه الاكل، وبالتالي وي كان كونسيدر الحاجات اللي بتحصل دي از ادكشن شيفت. يعني بدل ما يبقى ادكت للاكل بقى ادكت للسبستانس وللالكول. على فكرة الحتة دي برضو ممكن تبقى يعني an area for research، لأن دلوقتي احنا بدأنا نستخدم جي ال بي 1 ريسبتور اجونست كتير قوي، والمفروض برضو نشوف السيكاتريك افكت بتاعتها. دي دعوة لل يعني لليانج ريسيرشرز ان هم يشوفوا
السايكاتريك افكتس اوف جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. الالكول بقى كمان في مشكله اضافيه ان الفارماكوكاينيتكس بتتغير، يعني بعد الاناتومي ما بيتغير بيحصل فيه رابيد امتنج للاستومك، وبالتالي الالكول ليفل في البلاد بيعلى بسرعه وينخفض بسرعه، يقوم يعني مزاجه يتعدل بسرعه وبعدين الافكت يروح بسرعه، يحتاج انذر جلاس اند انذر جلاس اند انذر جلاس، وده بيدخله في الكول ادكشن. وعشان كده دايما في الـ يعني السايكابري اوبرتيف سايكاتريك اسيسمنت از مانداتوري في الحالات بتاعت البارياتريك سيرجري. ولو في ناس الكحول كونسامشن، يعني يمكن المشكله دي مش في مجتمعاتنا مش كتير، لكن بره السوشيال درينكينج كتير جدا، فلما يكون حد سوشيال درينكر اتس بيتر انك تعمل له بارياتريك سيرجري اوبريشن بريزيرفنج البايلوروس، لان لو في بايلوريك ديسفانكشن ده بيزوده بيدخله فيه الالكول ادكشن. How about suicidal tendency؟ بيقال ان اصلا اللي بيدور على بارياتريك سيرجري بيبقى البيز لاين سايكاتريك ستيتس بتاعته، يعني بيبقى فيه انكزايتي وديبريشن وحاجات كتيره هي اللي خلته من الاصل يدور على البارياتريك سيرجري. فهل ده يفسر السويسايدال تندنسي اللي موجوده في، والكلام ده موجود بالارقام، يعني كل الدراسات اثبتت ان في انكريز سويسايدال تندنسي افتر سيرجري، حوالي 17 في الالف سويسايدال اتمت و2.7 من 10 في الالف كومبليتد سويسايد. فهل ده بيفسر على اساس البيز لاين سايكاتريك ستيتس؟ لان في increased depression وincreased mental abnormalities في patients seeking bariatric surgery، لكن الحقيقه ان ده ما بيفسرش it does not explain the increased suicidal tendency، بدليل انك انت لو يعني عملت دراسه لنفس الحالات بالظبط بيفور اند افتر سيرجري هتلاقي الهوسبيتاليزيشن فور mental status and for suicidal attempts بيزيد، ولو عملت اكسكلوجن من البدايه للناس اللي عندهم ابنورمال سايكولوجيك كونديشنز برضه هتلاقي السويسايدال تندنسي بيزيد. يعني البيز لاين سايكولوجيكال ستيتس بتفسر 50% من الحالات. طب امال بقيه الحالات تتفسر ازاي؟ اول حاجه unrealistic expectations، يعني ربما اللي بيعمل العمليه بيبقى متوقع يعني معجزات، الست متوقعه بقى انها ترجع الطالبه بتاعت ثانوي والجامعه، وبعد الجامعه ما تلاقيش اللي هي كانت بتحلم بيه فتخش في ديبريشن. الديستربد فارماكوكاينيتكس اوف سايكوتروبيك ميديكيشنز، الديستربد اناتومي اللي بيحصل بعد البارياتريك سيرجري، والناس اللي بياخدوا سايكوتروبيك ميديكيشنز الفارماكوكاينيتكس والفارماكوديناميكس هتتغير، وبالتالي ذيس ماي بريدسبوز تو سويسايد. الهرمونال تشينجز الديكريزد جريبتين والانكريزد جي ال بي 1 ده ممكن يبريدسبوز برضه للسوسايدال اتمتس، وده البوينت اوف ريسيرش اللي احنا المفروض يعني نراعيها في الايام اللي جايه. واخيرا الريليشن شيب ديستابيلايزيشن، العلاقه ما بين التو بارتنرز، يعني الست اللي كانت يعني بتقول رضينا بالهم والهم مش راضي بينا وراضيه بوضعها علشان هي تخينه، بعد ما عملت البريتريك سيرجري هتبتدي تحس ان هي تستاهل احسن من اللي هي فيه، والعكس صحيح، الراجل اللي كان شايف ان مراته كيرفي وتملى العين بعد العمليه هيبتدي يبص لها بطريقه ثانيه. And this may lead to partnership destabilization predisposing to suicide. What to do؟ اهم حاجه ان احنا ناخد بالنا من الكلام ده، يعني لازم تشرح in detail للمريض كل الاكسبكتيشنز بتاعت العمليه، لازم تراجع السايكوتروبيك ميديكيشنز اللي المريض بياخدها وتعدل الجرعات، ولازم تعمل بري اوبرتيف سايكاتريك اسيسمنت، يعني ده مهم جدا التيم مانجمنت. واخيرا ذا تو بارتنرز شود بي انفولفد اول ثرو، يعني الست اللي هتعمل عمليه جوزها هيبقى انفولفد قبل وبعد العمليه والعكس صحيح علشان البارتنر شيب ديستابيلايزيشن. الثيرد بروبلم اباوت هايبوغلاسيميا، والحقيقه السورسز اوف هايبوغلاسيميا ار سو ماني، بعد الديستربد اناتومي ده الرابيد امتنج اوف ذا ستومك باوتش ده هيعمل رابيد جلوكوز رايز ورابيد انسولين سكريشن، ال
الديستربد اناتومي كمان الابنورمال هرمونال باترن. في حاجات كمان بتبقى نون انسولين ديبندنت جلوكوز يوتيلايزيشن ان اذر تيشوز انكلودنج ذا برين اند سي ان اس. كل الكلام ده ماي بريسبوز تو هايبوجلايسيميا. والحقيقه ان احنا عندنا في الهايبوجلايسيميا بوست بارياتريك سيرجري عندنا حاجتين مختلفتين. عندنا حاجه زي الرياكتيف هايبوجلايسيميا او الدامبنج سندروم اللي بتحصل بعد ساعه او اتنين من الاكل، ودي نتيجه للرابيد امتنج وللهايبر انسولينيميا افتر ميلز، ودي يعني مشكلتها بسيطه شويه. لكن الاسخف الحاجه اللي هي بتحصل فاستنج هايبوجلايسيميا في البوست بارياتريك سيرجري. دكتور مصباح اقعد، ودكتور مجاهد اقعد، جاي متاخر، وبرضه من فضلك دكتور محمد الوقت ده ما تحسبش. اتفضل. علشان كده لازم نفرق ما بين التو تايبس اوف هايبوجلايسيميا، الرياكتيف او الدامبنج سندروم، والبرزيستنت هايبوجلايسيميا او الفاستنج هايبوجلايسيميا اللي دي بتبقى نتيجه للانكريز بيتا سيل ماس، بنسميها نزيديو بلاستوما، يعني بيبقى في اكشوال انكريز في البيتا سيل ماس. علشان كده المانجمنت از ديفرنت. في المانجمنت لازم المونيتورنج، يعني لازم العيان يكون معاه جلوكوميتر، ولو في امكانيه انه يبقى معاه كمان سي جي ام يبقى ويل اند جود، ويبقى معاه نوته يكتب فيها الاكل علشان تلاحظ الفود بروفوكينج هايبوجلايسيمي، وبالتالي ده هيبقى ليها دور في العلاج. واهم حاجه في العلاج السيفتي، يعني لازم الاول تصلح الهايبوجلايسيميا، بعد كده ابقى ادور براحتك على السبب واعمل لونج تيرم تريتمنت. لكن هايبوجلايسيميا شود بي كوركتد فيرست بالحاجات اللي احنا عارفينها، الجلوكوز والجلوكوز بيلز والجل والجلوكاجون الى اخره. والتريتمنت بيمشي بالطريقه دي، الاول دايتري موديفيكيشنز، وده مينلي علشان الدامبنج سندروم او الرياكتيف هايبوجلايسيميا، يعني تدي فريكوانت سمول لو كربوهيدرات ميلز، وده يقلل الدامبنج سندروم. ما نفعش الكلام ده تبتدي فارماكوثيرابي، واهم فارماكوثيرابي الاكربوز اللي احنا بنستخدمه في علاج السكر برضه بيستخدم في علاج الهايبوجلايسيميا، لانه بيقلل بيديلي الكربوهيدرات ابسوربشن. الدازوكسايد، لان الدازوكسايد بيأثر على البوتاسيوم انتري، يعني بيفتح البوتاسيوم شانل، وبالتالي بيقلل الانسولين سكريشن. الفيرابميل الكالسيوم شانل بلوكر ده برضه بيقلل الانسولين سكريشن. والاكتيريوتايد يعتبر كاونتر ريجولاتوري هرمون. ما نفعش الفارماكوثيرابي، بيبقى لاست ستيج انك انت تعمل كونتينوس تيوب فيدنج في الاستومك، او ممكن تعمل اوتلت ري كونستراكشن، يعني اذا كنت العمليه فيها بايلوريك سويتش يبقى ترجع البايلورس، او ممكن تعمل ريفرسال اوف سيرجري، واللي حظه وحش قوي مش هيستجيب لكل الكلام ده، ممكن يكون اللاست ريزورت از بانكرياتيكتومي. اخر حاجه الافكت اوف ميتابوليك سيرجري على البون هيلث، وكل الدراسات قالت ان في نيجاتيف افكت للميتابوليك سيرجري على البون هيلث. الدراسات كتير قدامكم اهي. وي هاو تو يعني كونفيرم ذس، عندنا حاجتين، ان احنا نقيس البون تيرن اوفر ماركرز، او ان احنا نعمل البون مينرال دنسيتي استيميشن بالدكسا. البون ماركرز بتبتدي تتغير بعد 10 ايام من الجراحه، الماكسيمم بيبقى بعد سنه، والافكت بيستمر ايفن افتر 5 ييرز. بالنسبه لي البون مينرال دنسيتي بيبتدي يبان بعد 6 شهور، طبعا هياخد وقت على بال ما يبان الليس دنسيتي دي تبتدي تبان، وبيأثر على كل انواع البون، ترابيكولار بون وكورتيكال بون وفيرتبري وهيب، كل انواع البون، اند ات كونتينيوز ايفن بيفور ويت بلاتوز، يعني بعد ما الوزن يثبت الديتيريوريتنج بون هيلث ستيل كونتينيو. هل البوني تشينجز دي بتزود الريسك فراكشر؟ يس ات داز، وبرده ده باين من الدراسات، الناس اللي عملوا بارياتريك سيرجري بيبقوا مور فالنربل فور فراكشر ريسك. وايه الميكانيزمز البوسيبل ميكانيزمز اوف فراكشر؟ اول حاجه الويت لوس، اهم حاجه بون فورمينج اليمنت اللودنج، الميكانيكال لودنج،
وعشان كده الناس اللي هم الاوفر ويت يمكن من الحسنات القليله للاوفر ويت والاوبيزيتي ان السكليتال ماس بتبقى بحالتها جيده لانه ماشي طول الوقت شايل تقل كبير، والميكانيكال لودنج ده از بيست ستيمولس فور بون فورميشن. فلما يحصل العكس بقى نعمل ويت لوس هيبتدي يحصل ميكانيكال انلودنج ويبتدي البون دنسيتي تقل، ويمكن الليبتين يكون له دور النيوتريشنال ديفيشنسي الفيتامين دي والكالسيوم، وده ممكن يعمل سكندري هايبر باراثايرويدزم. الاذر هرمونال تشينجز مي هاف ان افكت اون بون هيلث. انا اي نيد 1 مينيت بتوع المصباح ومجاهد يعني انتوا عليكم ليه الدقيقتين دول. زائد ان حاجه مهمه قوي الراجل او الست بتاعت البارياتريك سيرجري بعد ما بيخس بيبتدي بقى يبقى نشيط ويبتدي يتحرك ويبتدي يخرج ويبتدي يلعب ويبتدي يجري، وده ممكن يزود الريسك اوف فول. كل الحاجات دي على بعضها ات مي انكريز ذا فراكشر ريسك. وات تو دو، هاو شود وي دو اباوت انكريز ذا فراكشر ريسك؟ اهم حاجه انك انت تو مونيتور البون لوس ده، يعني لازم تعمل لاب انفستيجيشنز كل 6 شهور في السنتين الاولانيين، وبعدين سنويا ليتر افتر ذات عشان تشوف الكالسيوم والفيتامين دي وتشوف الباراثايرويد هرمون. اند يو شود مينتين اديكويت سبلاي اوف فيتامين دي اند كالسيوم اند بروتين. اند البون مينرال دنسيتي او الدكسا ممكن تتعمل كل 2 سنين، ولو ان دي مش متفق عليها قوي يعني. طيب بعد البيت فولز دي، يا ترى البيت فولز دي تخلينا نقول ان البرياتريك سيرجري دي وحشه ولا كويسه؟ الحقيقه ان الريسك بينفيت ريليشن شيب از ان فيفر اوف برياتريك سيرجري. يعني لو نشوف الدايابيتس ريميشن هنلاقي ان الدايابيتس ريميشن احسن في الناس اللي عملوا برياتريك سيرجري، وحتى لو رتبتهم حسب البودي ماس اندكس سواء اللي عملوا برياتريك سيرجري والبودي ماس اندكس اقل من 35 او اكتر من 35 ذا بينفيت ووز ذا سيم in both. يعني كان في good percentage of diabetes remission واللونجيفيتي او اللايف اكسبكتنسي برضو it was better في الناس اللي عملوا بارياتريك سيرجري. بعض الدراسات كان في المورتاليتي ريسك ريدكشن 29% ووصلت في بعض الدراسات الى 89%، يعني في ماركت ريسك ريدكشن اوف مورتاليتي. وبرضو حاليا بقى ما بينفعش اي محاضره تمشي من غير تو سلايدز على الكوفيد. فايفن الناس اللي عملوا بارياتريك سيرجري الكوفيد كورس بتاعهم كان احسن، يعني ربما يكون الفالنرابيليتي تو انفكشن از ذا سيم لكن الهوسبيتاليزيشن كان اقل في الناس اللي عملوا بارياتريك سيرجري. النيد فور اوكسجين سبلمنتيشن كان اقل في الناس اللي عملوا بارياتريك سيرجري، وجنرالي سبيكينج السيفيريتي اوف ذا اتاك واز ليس ان بيبول هو اندر وينت بارياتريك سيرجري. And to conclude, non-surgical pitfalls of basal or bariatric metabolic surgery include substance abuse, suicidal attempts, hypoglycemia, and defective bone health. The benefits outweigh the risk, and it is a team management. It should be managed by team, and thank you.